رد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على خطاب السيد حسن نصر الله مبديا أسفه لانفعال السيد ومهاجمته الآخرين. الدكتور جعجع وأمام وفد طلاب القوات اللبنانية في ثانويات المتن الجنوبي قال: هذا التشييش وهذه التعبئة الغير مسبوقة في لبنان ليتها في مكانها وزمانها الصحيحين، جريمة بحق هؤلاء البشر إخواننا في المواطنية أن ندفعهم دفعا في الطريق الخطأ. القرار الحر الفعلي هو قبل كل شيء يا سيد قرار حر من كل انفعال وردود فعل آنية كانت أم تاريخية عميقة الجذور. الحر حر مما في نفسه قبل أن يكون حرا من الآخرين. مهما كان من أمر يا سيد فمدعي عام المحكمة الدولية يبقى أفضل ومن بعيد من عضومكم. الرجال الرجال يا سيد هم الذين يتصرفون بعقل ومنطق ويعملون حساباتهم جيدا، أما المساكين فهم المتهورون الذين يتصرفون خارج الزمان والمكان والمنطق ومن دون حسابات ولا من يحزنون، وهم من لا يقدرون عواقب. سلاح الكلمة الحق والعمل الدؤوب والمنطق والسياسة يبقى أقوى بما لا يقاس من سلاح العنف. تذكر يا سيد سقوط الاتحاد السوفيتي برمته وتطلع إلى ما كانت عليه النتيجة في فلسطين حتى الساعة. نحن ضد كل هذا المنطق، ولا يحق لك يا سيد أن تأخذنا رغم أنوفنا إلى حيث لا نريد. وأخيرا إذا كنت يا سيد ترى أن أكثرية الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية وأكثرية الدول العربية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي كلهم على خطأ، فهذا يعني يا سيد بأنك أنت من هو على خطأ. من المقر العام